اهلا بكم، صباح الخير من جديد، تحياتنا لكم. شكرا احمد، شكرا لهذا هذه الاطلاله على المعالم الدينيه والكنسيه ايضا في الفحيص. شكرا جزيلا احمد، وعوده هنا للحديث حول موضوع مهم له علاقه بالجاليه الاردنيه في اوكرانيا. يعني احنا عم نحكي عن بلدين تربطهم علاقات اجتماعيه ثقافيه سياسيه متوازنه ومستقره منذ تاريخ طويل، وعم نحكي عن أردنيين كثر منذ تاريخ طويل أيضا بيروحوا على أوكرانيا، أوكرانيين أيضا مقيمين بحكم الزواج وعلاقات يعني علاقات العمل والثقافة والعلاقات الاجتماعية، أوكرانيين موجودين في الأردن. لذلك اليوم معنا دكتور عماد أبو الرب، وهو رئيس المركز الأوكراني في أوكرانيا. وصباح الخير بنقول له أهلا وسهلا فيك. صباح النور ست سمر. يعني أنت أوكراني أردني؟ أوكراني أردني. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور عماد. وإذا إحنا عم نحكي عن بلدين والله تاريخيا عم نحكي عن في علاقات ودية جدا، صح. علاقات اجتماعية ناجزة وناضجة وعلاقات ثقافية كذلك كيف. الحال كيف ممكن نوصف علاقة هالبلدين بعضهم بحكم انك انت واحد من الاردنيين المقيمين في اوكرانيا منذ زمن طويل؟ حقيقة انا باسمي واسم يعني كثير من ابنائنا الاردنيين والجالية الأردنية التي لها دور إيجابي في المجتمع الأوكراني، نعم. دائما حقيقة امتدادنا مع الوطن، ونشكر التلفزيون الأردني دائما لتسليط الضوء، وخاصة برنامج يوم جديد لأنه كان حقيقة طرق مواضيع هامة جدا. الأردنيين تواجدوا في أوكرانيا من يعني نهاية الستينات السبعينات الثمانينات، بدأ تواجدهم من أيام ما كانت أوكرانيا تابعة للاتحاد السوفيتي عبر دراستهم التعليمية. أوكرانيا دولة عريقة لأنه أوكرانيا علميا فيها مئات الجامعات العريقة، يعني تخيل حضرتك انه مثلا في تصنيع الطيران اوكرانيا ثاني دوله في العالم في تصنيع الطيران بعد امريكا 1910. اوكرانيا تصنع اكبر طائر شحن في العالم ببرامج الاي تي، ثالث دوله بعد الهند وامريكا. اوكرانيا هي مخزون غذائي عالمي لانها اخصب ارض في اوروبا وهي اكبر ارض في اوروبا. فبحكم وجود التخصصات الهندسيه، الجامعات الطيران، جامعات الهندسه، جامعات الطب، التخصصات المختلفه، هذا شجع الأردنيين على القدوم لأوكرانيا. وهنا بدأت مسيرة جديدة بحكم تواجد تقارب بين الثقافة الأوكرانية والثقافة العربية. في تواضع تقارب. في يعني من أقرب الدول لأوروبا أوكران كثقافة. الكرام المضيافي. الكرام، التواضع، الاحترام، احترام الضيف، التعامل مع الأجنبي. ما عندنا ست سمر فوبيا من العرب ولا من المسلمين. فإحنا حاولنا نعزز هذه المنظومة من خلال إعطاء دور إيجابي. يعني في بعض الدول الأوروبية إنه يعني في تعالي نوعا ما عند بعض الأوروبيين، هذا تعامل مع ناتج غالبا خاصة في أوروبا من إما جهل المجتمع وإما بعض النماذج السلبية العربية قدمت نموذج سلبي، ولذلك إحنا بنحاول نعزز تواجدنا مع المجتمع من خلال كل المؤسسات ونعطي الصورة الإيجابية ونؤكد أننا جزء من المجتمع نسعى لنهضته وإيجاد نسيج تعايشي. دائما في إلهم هيك ترحاب خاص بكل، مش لأنه إحنا أردنيين، ولكن دائما إلهم سمعة جميلة يعني في كل مكان. اسمح لي أحكي أنني مررت أيضا ست سنوات عشت في أذربيجان. صدقا يعني العائله الهاشميه قدمت لمسات حازت على ثقه واحترام العالم. الحمد لله. وجلاله الملك حسين رحمه الله عليه، جلاله الملك عبد الله، حقيقه احنا كمغتربين نفخر في خطابات الملك، وانا لا اقولها مجامله. لو حتى يعني المفكرين والفلاسفه ورجال الدين تابعوا خطابات جلاله الملك في الامم المتحده والاتحاد الاوروبي، صحيح. عبرت عن المسلم والمسيحي، عبرت عن الانسان، عن ثقافته، عن التعايش، والسلام. نبذ الكراهيه، عن تعزيز هذه القيم الايجابيه بشكل رائع راقي يدركه الغربي ويتعامل معه إيجابا. نحن وظفنا رسالة عمان، وظفنا كل هذه الخطابات وأيضا صورة التسامح الحقيقي في الأردن لتقديم صورة إيجابية عن الأردن. برافو عليكم. نعم. يعني إذن إن كل المميزات موجودة في أوكرانيا، هذا بيخلينا مهتمين أكثر إنه نفتح جسور تواصل أكثر بين الأردن وبين أوكرانيا. بالتأكيد. هذا مهم دكتور عماد. قد بتحس إنه إحنا ماشيين على طريق صحيح لتعزيز هذه العلاقات بشكل؟ والله حقيقة آخر. بداية أوكرانيا ساهمت بدور إيجابي وهو فتح سفارة وتمثيل دبلوماسي متكامل مع ملحق تجاري، وسعة السفير سيرجي باسكو قام بجهد كبير بحضور كثير من المناسبات. للأسف إحنا كأردنيين ما عندنا سفارة. سفارة هي بوابة وهي نافذة يعني وإطلالة للمشاركة مع المجتمع الأوكراني. فنحن يعني كجالية أردنية نحتاج وحاجة ماسة لوجود هذه السفارة. المسألة الثانية، أوكرانيا هي استراتيجيا للأردن يعني حقيقة بوابة أكيد لتفعيل وتعزيز الدور الأردني. نحن ست سمر مع مكتب رئاسة الوزراء قدمنا مشروع ريادي حقيقة، وأنا أنصح حتى المغتربين الأردنيين في أمريكا وأوروبا ودول الاغتراب يساهموا فيه.
وهذا الدور نابع من وقائع حقيقية، يعني أبرزنا الأردن كثقل استراتيجي في الشرق الأوسط بما يحظى فيه الأردن من امتداد للعلاقات الاحترام وثقة. قدمنا الأردن لمركز استراتيجي لإعادة إعمار دول الجوار، قدمنا الأردن كمركز استراتيجي لتسويق المنتجات الأوكرانية وأيضا تسويق المنتجات الأردن في عندنا، يعني إحنا كمستثمرين وجئنا كمجلس أوكراني عربي تجاري للمشاركة في المؤتمر السابع اللي بالتنظيم جمعية رجال الأعمال بالتعاون مع وزارة الخارجية وبرعاية ملكية. شاركتم بالمؤتمر الأخير، شاركنا دولة رئيس الوزراء وكان لنا لقاء على الهامش يعني مع معالي وزيرة الزراعة ومع دولة رئيس الوزراء. جميل. الجميل إنه إحنا أبرزنا الأردن كمركز إقليمي ونريد أن نبرزه حقيقة في ظل ما يمتلك الأردن من مقومات. الجميل اكتشفنا كمغتربين أنه في مصنوعات أردنية تنافس العالمية، منتجات البحر الميت، مصنوعات كيماوية، مصنوعات أسمدة. أنا حتى كنت عم أقول لك تحت الهواء أنه أنت بتقول لي معلومة أنه الأوكرانيين بيحبوا السياحة جدا، فهذا قد ممكن نستغل الموضوع؟ مليون أوكراني سنوي في مصر، مليون أوكراني في تركيا. الأردن يعني فيها تاريخيا يعني حقيقة القلاع من شرق إلى شمال. أعتقد لو تم الترويج بشكل يعني ذكي جدا لهذا الموضوع حيكون في سياحة أكثر وأكثر من هذا البلد. نبشرك يعني حقيقة. وظفنا أيضا لتعزيز العلاقة الأوكرانية، بتعرفوا حضرتك القوات المسلحة الأردنية، الموسيقى القوات شاركت في حفل عيد الاستقلال الأردني وكانت أجمل الفقرات اللي قدمت في عيد الاستقلال. في شركات سياحية بتحاول تنهض في هذا الشيء، إحنا بنحاول نواجه التحديات وندلل العقبات. الجميل أننا سنقيم أول مؤتمر دولي برعاية وزير الزراعة الأردني في شهر 4 في الأردن، ليكون نافذ في شهر 7 عفوا يوليو في الأردن، مؤتمر الاقتصادي الأوكراني الأردني على في العاصمة عمان. احنا اللي بنتمنى والحمد لله، يعني انا بقدر اقول انه ولا في اي دوله بالعالم الا وتربطها علاقات اخويه وجميله مع 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 بلدنا. صحيح. واوكرانيا هي جزء من هذا المشهد الجميل. نتمنى لكم انتم الاردنيين هناك انه تضلوا بخير وبسلامة. شكرا. وانتم خير سفراء فعلا الجالية الأردنية لبلدنا هنا. اكيد. واحنا حقيقة تواصلنا مع وطننا، وانا بنصح حقيقة دائما الاستفادة من كل المؤسسات الرسمية الأردنية، حتى من هيئات فاعلة، هيئة شباب بلا حدود يعني استضفناهم في الأردن وعقدنا اتفاقية، عقدنا اتفاقيات مع مركز البحوث والتعايش مع مؤسسات متعددة في الأردن، ونهدف من خلال هذه المؤسسات الأهلية لتعزيز التواصل، فتح الآفاق، تعريف الفرص، وهي فرص واعدة كبيرة. إن شاء الله. وإن شاء الله إحنا بخدمة كمان. الجميع. الله يسعدكم. كمركز أوكراني تواصل حوار ومجلس أوكراني عربي. شكرا جزيلا دكتور عماد. تحياتي لكم الجالية أيضا الأردنية في الجاليات الأردنية في كل مكان، خصوصا في أوكرانيا.